السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزاي تعمل عملية ربط ما بين الترموستات الديجيتال والكوندكتور علشان لو هتشغل على الترموستات الديجيتال ده كمبروسر قدرته عالية أو سخانات قدرته عالية، يعني في التسخين أو في التبريد؟ هنشرح إن شاء الله على الترموستات 902 علشان ده طلب أحد الإخوة الزملاء، و اللي هيحصل عليه هو اللي هيحصل على كل انواع الثرموستات، يعني نفس الشرح هيكون على اي ثرموستات تقدر تطبقه، ما عدا طبعا عمليه السيتنج والضبط، ودي مش هنعملها احنا في الثرموستات ده، احنا هنعمل عمليه التوصيل بس. قبل ما ندخل في الشرح مباشره هنشرح الاول نظري وبعدين عملي. اضغط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس، ولو تقدر تعمل شير للفيديو يبقى بارك الله فيك. خش على الشرح على طول. نقاط التوصيل الموجودة على الكوندكتور بيكون عليه A1 و A2، ودول نقطتين تلاقيهم دائما في أي كوندكتور. دول نقطتين الملف الداخلي أو الكويل الداخلي اللي بيعمل عملية مجال مغناطيسي ويعمل انجذاب للجزء المتحرك الداخلي للكوندكتور. النقطة L1 وL2 وL3 بالترتيب بيدوا للنقطة T1 وT2 وT3، دول الباور الدخول والخروج. النقطة 13 والنقطة 14 تعتبر نقطة كنترول، وهي دائما مكتوب عليها NO يعني نورمال أوبن، بتكون مقفولة مع دخول الكوندكتور ومفتوحة مع خروج الكوندكتور. بالنسبة للثرموستات اللي معانا اللي هو 902 اي سي بلس، النقطة رقم 4 و5 الباور سبلاي، والنقطة 1 بتدي للنقطة 3 في حالة التوصيل، ولما بيكون فاصل الثرموستات بتدي لـ2. مش معنى 2 و3 ان دي تسخين ودي تبريد، لا، هو في حالة التسخين او في حالة التبريد 1 بتدي 3 في حالة دخول الاوردر. دائرة الباور فهي بسيطة جدا، فانت بتدخل في الواحد والاثنين والثلاثة ل 380 وبيطلعوا في T1 وT2 وT3، ولو انت عندك الكهرباء 220 فبتستخدم فازتين فقط، والثالثة بتكون فاضية، وهنشوف الكلام ده عملي حالا على طول. بالنسبة لتوصيل الكنترول فهو برضو بسيط جدا، بتبتدي لأربعة وخمسة اللي هما نقطتين الباور سبلاي بتوع الثرموستات 220، وبعد كده بتاخد نقطة على الكويل بتاع الكوندكتور، إذا كان A1 أو A2 مش هتفرق كتير معاك. بعد كده بتاخد النقطة رقم 1 تديها النقطة الثانية من الباور سبلاي اللي هي المفروض تخرج لك في 3، و3 تروح على النقطة الثانية اللي في الكوندكتور. واعتقد ان شاء الله ان الشرح العملي هيكون اوضح بكتير باذن الله من الشرح النظري. ندخل على العملي. طيب احنا كده وصلنا الثرموستات مع الكوندكتور، نبدأ بقى واحدة واحدة مع بعض. دخلت انا هنا 220 على الباور بتاع الكوندكتور، الباور بتاع الكوندكتور اللي هو L1 وL2 وL3، لو كنت 380 شغال طبعا، لو انت شغال 220 بتسيب فازات فيه، ولو كوندكتور تاني معروش الارقام دي مكان الباور معروف. تمام، دخلت انا هنا 220 اللي هو سيب دول دلوقتي خالص، دخلت انا هنا 220 اللي هو الباور، ممكن تكون شغال على 380 مفيش مشكلة، وخرجت هنا على اللمبة اللي هو 2 و4 و6 اللي هو T1 وT2 وT3. واضح؟ ده كده الباور، يعني الكابل ده، الكيبل ده الاسود اللي تحت ده من غير دول، وخروجي على اللمبه دي اللي هي المفروض مكان السخان او الكمبروسر، ده يعتبر دايره الباور. الكنترول بقى انا خدت 220 من نفس ال 220 اللي داخله على الكوندكتور، لو انت شغال في ثلاجه او في سخان صغير هتعمل نفس الدايره دي، انما لو في حاجه كبيره كمبروسر بتاع مثلا كبير 380 او حاجه زي كده الدايره هتختلف شويه، بس هتكون نفس الفكره في النهايه. هتاخد 220 من الكهرباء اللي داخله على الباور بتاع الكوندكتور على الثرموستات في النقطه 4 والنقطه 5 اللي هم النقطه البني والنقطه اللي لونها ازرق دول. تمام، النقطه 4 والنقطه 5 هتاخد كوبري هنا، ممكن تاخد، انا خدت هنا كوبري من النقطه رقم 4 على 1، لو انت عايز تاخد من النقطه الزرقاء مفيش مشكله، بس هنا ما تاخدش منها نفسها، يعني انت هتاخد كوبري هنا وكوبري هنا، الكوبري اللي تاخده هنا على A1 او A2 برضو خد بالك ان بين A1 و A2 مفيش مشكله، لو انت اشتغلت بدلت A1 مكان A2 في الاطراف بعد ما انتهيت خلاص من التوصيل مفيش مشكله بينهم، اهم حاجه ان دول طرفين الكويل يوصل لهم الكهرباء 220. فانا خدت هنا كوبري على A1 بريدج على A1، هنا خدت الفرده الثانيه بريدج على 1، هتطلع لي هنا في 3 مش هتطلع لي في 2، يعني هنا هو عامل لك رسمه بس انا الورق مقطوع عندي، هتطلع لي في 3. رقم 3 ده هو المفروض اللي بيغذي الثلاجه او معاك او بيغذي السخان او بيغذي الكمبروسر، هتطلع بيه على نقطه الكويل الثاني، زي ما قلنا لو انت خدت A1 خلاص بقي لك A2، لو انت خدت A2 بقي لك A1، مش هتفرق كتير من بعض. وهنا طبعا دول نقطتين بتوع
السنسور اللي هو 10 و11. طيب نوصل ونشوف الدايره بتاعتنا اخبارها ايه. على فكره الكوندكتور بتاعي ده يعني قديم مستعمل شويه. طيب هو عشان بس قديم يعني. طيب هو كده خد اوردر. كده انا خدت اوردر عشان انا كنت اخر حاجه كنت عامله كنت عامل في فيديو لوضع التسخين. انا لو ضغطت ست وضغطت ست تاني مره ولقيته مظبوط على 32.4 ورحت نازل بالدرجه لتحت هلاقي ان الاوردر هيطلع معايا بسهوله. لسه اهي خرج. لو انا خدت اوردر تاني مره هو حاليا درجه حراره الجو 32.3. لو انا خدت اوردر ست وضغطت ست تاني مره وطلعت لفوق وجبت 33 مثلا 33 الاوردر دخل معايا. لو انا رحت على السنسور سبت الثرموستات خالص اطلع من هنا ومسكت السنسور وسخنته بايدي كده حقق درجه ففصلت اللمبه. دي دايره الكنترول طريقه ربط الترموستات مع الكوندكتور. على فكره في اي دايره في اي كوندكتور في اي ترموستات هيمشي معاك نفس الضبط ده. تمام. ما تنساش تشترك في القناه وتفعلوا الجرس وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.